الممثل تولجا ساريتاش والذي مثل دور علي رضا وهو من مواليد 1991 يبلغ عمره حاليا 32 سنه بدا مشواره الفني سنه 2009 ديانته الاسلاميه الممثلة عيشة أيشين توران والتي مثلت دور خالدة وهي من مواليد 1992 يبلغ عمرها حالياً واحد وثلاثون سنة بدأت مشوارها الفني سنة 2011 ديانتها الإسلامية الممثل احمد ممتاز تايلان والذي مثل دور حشمت وهو من مواليد 1965 يبلغ عمره حاليا 58 سنه بدا مشواره الفني سنة 1989 ديانته الاسلاميه الممثل أولغون توكير والذي مثل دور بوراك وهو من مواليد 1986 يبلغ عمره حاليا 37 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2010 ديانته الإسلامية الممثل مراد دلتبان والذي مثل دور مزفير وهو من مواليد 1966 يبلغ عمره حاليا 57 سنه بدا مشواره الفني سنه 1994 ديانته الاسلاميه الممثل أوجار أوزشيليك والذي مثل دور راسم وهو من مواليد 1983 وثمانون. يبلغ عمره حاليا 40 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2006 ديانته الإسلامية الممثله بينار جينش تورك والتي مثلت دور امينه وهي من مواليد 1982 يبلغ عمرها حاليا 41 سنه بدات مشوارها الفني سنه 2009 ديانتها الاسلاميه الممثل علي رضا كوبيلاي والذي مثل دور متحت وهو من مواليد 1977 يبلغ عمره حاليا 46 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2003 ديانته الإسلامية الممثل ياغيز جان كونيالي والذي مثل دور ميرت وهو من مواليد 1991 يبلغ عمره حاليا 32 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2006 ديانته المسيحية الممثل علي سيشكينار أليجي والذي مثل دور حسين وهو من مواليد 1965 يبلغ عمره حاليا 58 سنة بدأ مشواره الفني سنة 1993 ديانته الإسلامية الممثل جانكات أيدوش والذي مثل دور فريد وهو من مواليد 1992 يبلغ عمره حاليا 31 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2012 ديانته الإسلامية الممثلة هازال بينلي والتي مثلت دور داريا وهي من مواليد 1993 يبلغ عمرها حاليا 30 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 2015 ديانتها الإسلامية الممثل كاميل بوراك البيير والذي مثل دور فيكو وهو من مواليد 1988 يبلغ عمره حاليا 35 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2015 ديانته الإسلامية الممثل إيرغون كويوجو والذي مثل دور صبري وهو من مواليد 1969 يبلغ عمره حاليا 54 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2008 ديانته المسيحية الممثل فتيح دوك جوز والذي مثل الدور صدري وهو من مواليد 1977 يبلغ عمره حاليا 46 سنه بدا مشواره الفني سنه 2006 ديانته الاسلاميه الممثلة سيلا جوزوم والتي مثلت دور أصلي وهي من مواليد 2001 يبلغ عمرها حاليا 22 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 2020 ديانتها الإسلامية الممثلة ياشيم سالكيم والتي مثلت دور ملك وهي من مواليد 1970 يبلغ عمرها حاليا 53 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1994 ديانتها الإسلامية الممثل علي جان توران والذي مثل دور أجوز وهو من مواليد 1993 يبلغ عمره حاليا 30 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2011 ديانته الإسلامية الممثل رمضان أكجان والذي مثل دور رامشو وهو من مواليد 1983 يبلغ عمره حاليا اربعون سنة بدأ مشواره الفني سنة 2018 ديانته الاسلامية الممثلة ديلارا اكسويك والتي مثلت دور فوسون وهي من مواليد 1987 يبلغ عمرها حاليا 36 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 2012 ديانتها الاسلامية الممثل جافيت شيتين جونيير والذي مثل دور مراد وهو من مواليد 1986 يبلغ عمره حاليا 37 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2005 ديانته الإسلامية